ايه؟ لا إيه، مو معقول، معقول الحكي؟ الله، شو الحكي ها؟ خير الطنبرجي كان معزوم؟ من لا تقنعني، لا مع القصة، لا خير ينعزم وأنا لا؟ إيه لا، تخينة تخينة كتير هي أبو محدين، إيه ما عم تنبلى معي أبدا. إيه ودخلك أبو عبد الناعوري كان بالعزيمة شي كمان؟ الله لا يعطيك العافية فوق تعبك يا عبد المجيد عيسى على العملة. العمى فعلا شي بيسود الوش. ودخلك على علمك أنا ليش ما انعزمت؟ إيه ها نسوة، لأنه أنا نكرة كتير لحتى ينسوني، مو هيك؟ إيه بعدين فيك تقلي ليش ما نسيوا غيري؟ مثلا اللي وقبوا غياس نسيوا شي؟ ايوه طبعا، لا ما بينسوه، لانه هذا لواء وابو حكمة المعصراني. حدا نسي شي؟ ها ايوه، هذا ما بينتسى اخي، لانه زنقيل ومعبى مصاري. مع انه بالاسم زلمه ومعبي بنطلونه. والقاضي ابو مصطفى طبعا موجود، قاضي قد الدنيا، كل الناس بدها رضاه لك يا عمي. على كل حال ماشي الحال ابو محدين، بسيطة لك يوم يا عبد المجيد عيسى، بسيطة. يا أخي أبو محدين بسيطة، برجع بحكي معك. أهلين، الله معك. ولك أخ أخ، رح يحرق قلبي عبد المجيد عيسى هاد. ليش بقى؟ لك معقول يعمل عرس ابنه ويعزم كل الناس وأنا ما يعزمني؟ هلا ما رح نخلص من قصة العرس، صار لك 20 يوم عم تحكي فيها، حاجتها بقى؟ طبعا بدي احكي فيها، لأنه هاي الشغلة عم بتحز بقلبي حز، وعم تنخر صمصوم قلبي نخر، لك العمى بقلبه، لك لما ماتت أمه من غير اليوم، استنفرت معه 3 أيام وانزرعت زرع بالعزا لحتى استقبل وودع مثل حكايته طول النهار، ولما أخذوا أبوه على المستشفى، كنت أول واحد مزروع على باب غرفة العمليات، والبوكيه الورد على إيدي، لك أنا مسلفه كتير لهالزلمة هاد. لا يكون نسيوك نسوة، كانوا ينسوا حدا غيري، مو ينسوني إلي. هالشغلة ما خلطت مشتي بنوب، أكيد الشغلة مقصودة. ليش بقى؟ معلوم، لأنهم بيغاروا مني، بيشوفوني صاحب حظوة اجتماعية كبيرة وصاحب مركز اجتماعي لامع، وكيف ما فتت وكيف ما طلعت بكون محط الأنظار ومركز اهتمام. لك ما في عزة بحضره أو عرس أو أي مناسبة تانية إلا ما بلحق سلامات على الكبير والصغير، لذلك بيتجاكروا مني وبينقرقوا مني وبيحاولوا يظهروني هيك قدام الناس وما يعزموني، بس فشت عينهم الشغلة كلياتها ما بتغبر على كندرتي. وإنت قلت سميح، وإذا ما عزموك نصت شي شقفة يعني؟ ما نصت شقفة لا، بس هذا اسمه استهتار تهميش، بدهم يهمشوني، بس عيب عيب عليهم يعملوا معي هيك. لك الناس اللي كانت قاعدة بالعرس وما شافتني شو بدها تقول؟ ما رح تسأل حالة ليش أنا مالي موجود؟ أو ليش ما انعزمت؟ لا ستي بدها تسأل، لأنه رح ينتهبوا لغيابي. لك لا تطلعي فيني هيك، فراغ كبير بترك أنا، يعني ما بقعد بالمناسبة أو لازمة مثل باقي الناس والعالم، صمم بكمن فهم لا يفقهون، لا بحكي ولا بشكي، بالعكس تماما، بتلاقيني من أول ما بفوت لوقت ما أطلع لساني ما بفوت لحلقي ولا بكن ولا بهدى، والحديث كله يا أما أنا مستلمه مقاطع وما عم خلي دور لحدا، يا أما موجه لي. بقى وين رايح بهالعجة عبد المجيد وين؟ بسيطة هلا سميح، مشان الله التعى قلبي من هالقصة، لو كنت عرفاني انك رح تحكي فيها 20 يوم كنت رحت براسي لعند عبد المجيد وترجيته وبست ايده وقلت له دخيلك اوعى تنسى تعزم جوزي، حطوه براس القائمة دخيلكن. عم تتمالسي يعني؟ بعدين هي انت الثانية كمان ما انعزمتي على عرس النسوان. لا ما حذرت، لانه انا انعزمت اول شي، بس ما رحت مشان راعي مشاعرك. المهم هلا امتى بدنا نزور بيت عمتي؟ صرنا زمان ما شقينا عليها. امتى ما بدك تروحي؟ بكره، بس على شرط يكون قبل الظهر، لانه بعد الظهر في عندي مباركه لبيت القوادري، والمسويه في عنا تمسايه لجيران بيت اختي بحاره الهواش. لا لا انا قبل الظهر ما بقدر، عندي مشوار على المستشفى. خير؟ ابو نعيم عامل عمليه بواسير وبدنا نشق عليه. مين نعيم؟ كان موظف عنا بقسم العقود يلي شفناه بعيد ميلاد كوثر، ما تذكرتي؟ ايه بلا تذكرته، لكن خلص خلي مشوار عمتي لبعد بكره.
بعد بكره 40 ابو عادل ولازم وقف مع اولاده من الصبح للمساء. طيب شو رايك يوم التنين؟ لا مو فاضيه يوم التنين، عندي صبحيه ببيت المغربي وعصريه ببيت الافغاني. لكن امتى بدنا نروح؟ بكره اذا اجتمعنا انا وياك بالبيت بنفكر بالموضوع. بدك شي؟ شايفتك لابس ومبكر، شو في عندك اليوم؟ رايح على ضيعة المروج. خير، شو في بالمروج؟ يا ستي في صلحة بين بيت الآغا وبيت الباشا، وعازمين وجهاء كتير ليحضروا الصلحة، وأنا طبعاً من بين المدعوين. ومنين بيعرفوك بضيعة المروج؟ ليش مين ما بيعرفني بالضيعة كلها؟ أصلاً المختار شخصياً هو اللي دعاني، وغير هيك بيت الباشا يرايح له نتيل وراح يقبضوا ديته بكرة، بعرفهم من كبيرهم لصغيرهم. أه الله يوفق. وانت شو رح تساوي اليوم؟ نازلة مع بيت الكسرواني عالسوق. ليش شو في بالسوق؟ بدهم ينزلوا يقطعوا قماشة البدلة البيضاء وينقوا اللي جهزوا، أنا معزومة معهم. لك بتعرف أم أحمد الكسرواني شو قالت لي؟ لا والله. قالت لي أنا ما بمشي خطوة بلاكي وراسها وألف سيف إلا نقي قماشة البدلة البيضاء. بقى حلوة يعني اكسفهم وخجلهم؟ لا والله مو حلوة، بيت الكسرواني صاحبين واجب مثلنا ولازم نطلع قدهم. هلا انا لازم افكر بطريقه كيف خوزق فيها عبد المجيد لانه ما عزمني على العرس. رجعنا لقصه عبد المجيد وعرس ابنه، انسالي اياها هالقصه، طلعت ايد المساله. الو مرحبا نعيم، شلونك؟ شو اخبارك؟ دخلك؟ امتى عرس ابن اختك؟ الخميس الجاي؟ منيح. وين اعتمدتوا تعملوه؟ باي صاله يعني؟ يا سلام ممتازة كتير هاي الصالة، والكروت انطبعت يا ترى؟ ايه تمام، دخيل عينك شف لي بقائمة المدعوين اللي عندك اسم عبد المجيد عيسى مسجل شي؟ ايه يلا يلا انا بانتظارك. اخ رح ينتفخ قلبي من قصة عبد المجيد. ايه نعيم شو هالحكي؟ مسجل؟ وينك نعيم؟ اشطبه فورا. لك اخي لا تسألني ليش، عم بلك اشطبه. هي منيح يسلموا ايديك. اخي هذا عبد المجيد ما لازم ينعزم على اي مناسبة من مناسباتنا بعد اليوم. لا ما في تار بيني وبينه، بس المنظوم لما عمل عرس ابنه ما عزمني. شفت على الفصل البارد؟ ايه بس انا ما راح انساله اياها، لاحوا على الدعسة. وين في مناسبة او لازمة بده ينعزم عليها، لازم اعمل جهدي لاشطبه وناوي انهي وهمشه اجتماعيا. طبعا بيستاهل. وينك نعيم؟ إذا لزمكم شي تصلوا فيني ها؟ وعلى كل حال أنا من بعد بكرة رح فرغ حالي لعرس ابن اختك. لا ولو هذا واجبنا. أهلين أهلين نعيم، الله معك، مع السلامة. شو رأيك بهالحركة اللي عملتها؟ يعني فكرك إذا عبد المجيد ما انعزم على عرس ابن أخته لنعيم كتير رح ينطش أو يتأثر. وليش لحتى ما ينطش؟ لأنه مو مثلك. مو مثلي؟ ليش شبني انا؟ ما بكشي بلا ما احكي احسن. مرحبا. اهلين، طمني شلون كانت الصلحه؟ اما شو صلحه، الحكي مو مثل شوف لك عليها. لو تشوفي الذبايح والاكل والفواكه والمحلي والاراجيل لك ما خلوا شيء يعتب عليهم. طبعا لان الجماعه بيفهموا بالاصول. بيفهموا بس لك جماعه عم بيشرشروا فهم وذوق. الله وكيلك، من اول ما دعست رجلي باب العتبه دفشوني فرد دفشه على الصدر وقعدوني جنب المختار ورئيس الجمعيه الفلاحيه ومختار ضيعه جل الديب، وقبل ما القط نفسي جابوا لي ارجيله ودحشوا البربيش بتمي. وتصالحوا العيلتين مع بعضهم دخلات؟ طبعا تصالحوا. لكن ليش رايحه كل الجهات؟ والخميس الجاي عاملين مولد وعازميني عليه وراح يقروا بهالمناسبه. وناوي تحضر المولد انت؟ ايه طبعا بيصير ما احضر، لك هذا واجب وانا طول عمري صاحب واجب، تعرفيني انت. ايه والله معك حق، كل شيء الا الواجب. صدقني يا سميح، انا اذا لا سمح الله قصرت بشي واجب، يعني مثلا اذا ما حضرت شي مناسبة عزمت عليها او ما شاركت بعزيمة او تمساي لحدا بعرفه ما بنام طول الليل، هيك ضميري بيوجعني من جوا. لك لكن هذا هو المزبوط، الناس للناس. لك المثل بيقول جبل لجبل ما بيلتقي، بس بني آدم لبني آدم بيلتقي. لروح شوف مين. أهلين أخي ربيع. أهلا وسهلا. تفضل. أهلين أهلين وسهلين ربيع، يا ميت أهلين وسهلين. تفضل أهلا وسهلا. ما بقدر، مستعجل شوي. خير أخي، في شي؟ إيه ما في شي، بس وين كن أنتو ما كن مبينين؟
خير لا سمح الله في شي؟ مقصر مع حدا شي؟ حكيمه ما بتعرفني انا صاحب واجب بنطر قفاي وما بحب كون مقصر لحتى ما حدا يجيب معدلي. صحيح، وعلى هوا ما سمعت ما في عرس الا بصير عندك خبره، ولا مولد ولا فرح ولا حتى طهور الا كله بتدرى فيه وكله بدك تحضره. مزبوط، انا بدرى بالشارده والوارده وبقوم بواجب الناس، هيك الاصول. بس امك صار لها 4 ايام بالمشفى، يا ترى تريد بها الشي يا ابو الاصول؟ صباح خير. صباح الخيرات. ولك امتى بدك تصلح لنا هالحنفية؟ ليش بها؟ ما بعرف، رجعت اتنقيت. اصبح بس ارجع الظهر بغير لها الجلدة، هلا مالي فاضي، مستعجل شوي. يعني فعلا صار بينطبق علينا المثل. انو مثل؟ قال اسكافي حافي والحايك عريان، يعني جوزي بيشتغل بالتمديدات الصحية وحنفيته عم تشر. خلاص خلاص ولا يهمك، الظهر بصلح لك اياها. الو، ايه اهلين يا اخي. ايه لحظة شوي، هذا واحد اسمه كاظم من طرف رسمي بيك. لي علينا لي له مو هون. نعم يا اخي. والله طلع يا اخي، ما بعرف. ايه ما بعرف وين راح. اي الله معك، مع السلامة. ولك ليش ما بدك تحكي معه؟ صار متصل 3 مرات. ما بدي رد عليه، هذا واحد سئيل. ليش مين وهاد؟ واحد بيشتغل بفيلة رسمي بيك. ومين هاد رسمي بيك؟ هلأ ما عدتي تعرفي رسمي بيك من وها؟ اي والله نسيت. رسمي بيك واحد من المسؤولين المهمين بالبلد، وعامل ضوء اخضر لحاله، وعلى طول شاعله وطاحش، لا بهمه قانون ولا بيعرف الأصول، وكل همه يشتغل بتخويف العباد والتحكم برقابهم. هلأ طالما صحح له كل هالشي، ليش عم يشتغل بالعباد؟ شو بيعرفني؟ الخلاصة هلأ، شو بده منك هذا كاظم؟ قال بده روح صلح رشاشات الجنينة عند رسمي بيك. ايه وليش لحتى ما تروح؟ لك يا سميحة الجماعة كتير بخلها، بزمان اشتغلت لهم أكثر من شغلة، ما عطوني إجرتها. يعني هيك صخرة؟ إيه صخرة. لا وكمان بيحملوكي منية إنك عم تخدميهم، يعني عم يمنحوكي شرف كبير. الله وكيلك، المرة الماضية صلحت لهم حنفيات الحمام، لا عطوني إجرة ولا حتى حق قطع التبديل اللي جبتهم من الدكان من عندي. معقول؟ ولك شو هالعالم هدول؟ مثل ما عم قلك، كاسة شاي شو قيمتها؟ ما بيقدموا لك، وبعد هالشي بده كان يروح. لك الوه 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 عليهم. وين بتحبوا تشربوا القهوة سيدي؟ لك شو ما بتفهم انت؟ ليش سيدي؟ ما بتعرف اني انا محمي من القهوة من اول اسبوع؟ عفوا سيدي، يعني انا كنت اجازة. لك ليش ما بلغته بالتعديلات على برنامج الصحي يا اسعد؟ سيدي انا هلا ما شفته. بتبلغ جميع العناصر بيشتغلوا عندي بالفيلا بالتعديلات، مفهوم؟ امرك سيدي. وهلا شو البرنامج ذكرني؟ سيدي هلا عندكم نص ساعة يوغا بالجاكوزي مشان تشموا اكسجين نظيف وتفكروا منيح. معك حق، مخي مكربج هاليومين. يا كاظم، خير سيدي في شي؟ لك ليش عم تسوق بالخراطيم ما عم تسوق بالمرشات؟ المرشات خرباني وما عم تشتغل سيدي. وليش ما صلحتوها؟ خبرنا المصلي عديت مرات وما كان يجي. لك شو خبرته ما اجا؟ شو الشغلة على كيفك وكيفه؟ مو حرام الحشيش الاخضر الحلو يصفر ويموت؟ لك انتو ما بتخافوا الله؟ ما بتخافوا الله؟ كاظم؟ نعم سيدي. شبك كاظم؟ ما
فورا بتروح بتشحط ولا نصلح وبتجي لهون فورا. امرك سيدي. لك شغل يا اسعد شغل. شو وينه صاحب محل؟ مين ابي؟ شو بيعرفني وينه؟ راح يصلح فواش هلا بيجي. ها ليك اجا. شو يا باشا؟ ليش ما عم ترد علينا؟ كم مرة بدنا نتصل فيه؟ الحق معك، بس صدقني مشغول، مشغول شوي هالكم يوم. ايه امشي بلا اكل هوا امشي قدامي. لوين بدي امشي؟ بدك تصلح المرشات ببيت رسمي بيك، الحشيش رح يخرب. ايه على عيني وراسي، تكرم عيونك، اسبقني وانا بلحقك. لا سيدي ما حذرت، امشي قدامي وانا بلحقك، يلا. ايه طيب، شو عليه؟ كمان بيصير اخي. بابا، إذا ما اجيت الظهر أنا على الدكان، سكر وروح على البيت. لا تنطرني لأرجع. يلا خلصنا. لك شو القصة؟ سيدي خلص الوقت. بس هدو ما حسيت بنوب. صبور يا سيدي يخزي العين عنا. ممتاز. الضغط 8 على 12 ونبضات القلب 74. الو مطبخ، جيب الحليب العسل بسرعة. ايه يلا بسرعة. ايه وشو خطوات الثانية هلا؟ سيدي هلا لازم تخزنوا حريرات، يعني تشربوا حليب وعسل، لأنه عندكم رقد 3.5 كيلومتر. تفضل سيدي. بدي أقول لك على سر يا أسعد. تفضل سيدي. عم فكر السنة اشترك بسباق الضاحية، شو رأيك؟ ايه ليش لا يا سيدي؟ ما شاء الله وكان صحتكم مثل الحديد. بعدين سيدي يعني إذا أنتوا اشتركتوا بسباق الضاحية أكيد رح تطلعوا الأول، لأنه سيدي يعني بقصد ما حدا رح يسترجي إنه يعني حصاني يلي هو بهيمة لا راح ولا أجا طلع أول بالمهرجان، أنا كمان ما رح أطلع الأول؟ بعدين أنا ما بتهمني النتائج، بتهمني المشاركة وبس. أنتوا طول عمركم متواضعين سيدي. يلا انا جاهز. على مهلكم سيدي، لا تقلعوا بسرعه ما بينفع. يلا سيدي على مهلك عشان الالف. يلا اعطيني يا ولك. مرحبا دكتور عاطف، كيفك؟ والله يا دكتور رسمي بيك صار معه حادث. يلا نحن جايين جايين على الطريق على الطريق نحن، بس ليك جهزوا غرفة اسعاد بسرعة. ماشي مع السلامة. على مهلك على مهلك اسعاد. على مهلك على كتفه سيدنا من هون. بسم الله. على مهلك على مهلك. اتكي على شمالك. علمها. الله لا يعطيك العافيه والله. الله خليك تخبي الحبوس والله. قوم. الو اعطيني المحقق يا ابني. ما
مرحبا سيد محقق، انا سليم كرمش. سيدي سيدنا والله بكنت بعثوا لنا دوريه لحتى تاخذ مجرم مشبوه تجرع وعفس رسمي بيك على الطريق العام. الله لا يعطي العافيه. لك شو اعمال كتف يا قاسم؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. قاسم تفضل تفضل سيدي. الله يسلمك ولا يورجيك مكروه. الحمد لله الله قدر ولطف. مع السلامة. الله معك. رسمي بيك. ألو نعم. أهلا أهلا. الله يسلمك. لا والله موتور. مسكوه مسكوه. ولا والله يخليك. مع السلامة. رسمي بيك انت. الحمد لله على السلامة رسمي بيك. الله يسلمك دكتور. طمني شو صار معي؟ يا سيدي اطمن. عندك رد خفيف على صابونة الرجل اليسرى. وخلع بسيط بالكتف. وشلون بدي وقع معاملات الناس هلا؟ شلون؟ معكن حق. لانه ايدكم بدها شي 10 ايام استراحه على الاقل. بس بهالطريقه رح تتعطل مصالح الناس. وما في حدا ينوب عنكم بالتوقيع رسمي بيه. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ انا ما بسمح لحدا غيري يوقع بنوب. بنوب ما بسمح. وامتى بتحبوا تطلعوا من المستشفى؟ حدد الوقت ونحن بامركم رسمي بيك. لسه في شي خطوره على حياتي؟ لا 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 ابدا. معناه جاي على بالي اطلع بكره. ايه مثل ما بتأمروا، بس لازم ترتاحوا 10 ايام على الاقل. ها انت بتعرف انه رسم بيك اخذ اجازه مرضيه 10 ايام، ما هيك؟ سلامته يا سيدي، سلامته. وبتعرف انه مصالح الناس تعطلت وخسرنا خبره رجل خبير ومكافح ل 10 ايام. ولي على قامة قلبي عليه، ولي على قامتي، ما بيستاهل يا سيدي، والله ما بيستاهل. انت لازم تشكر ربك انه رسمي بيك ما تأذى، ولا كان شغلتك صارت كبيرة، كبيرة كثير. ايه 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 مزبوط، الحمد لله والشكر لك يا رب، يا ربي الحمد لك والشكر. هات لشوف، احكي لي بالتفصيل شلون صارت الحادثة. يا سيدي كنت رايح على فيلا رسمي بيك مشان صلح مرشات الجنينة. ومين طلب منك هالشي؟ المدعو كاظم الذي يعني اللي بيشتغل عند رسمي بيك. كمل. اجى زلمه لعندي على الدكان واخذني يا سيدي. وليش رحت على الموتور تبعك؟ ما رحت مع السيد كاظم؟ لانه لم استطع، يعني ما حسنت بسبب اني واضع العده على الصندوق المتواجد على الموتوسيكل سيدي. يعني ما كان عندك نيه مبيته تصدم رسمي بيك؟ أعوذ بالله يا سيدي، شو الحكي؟ الله لا يطر مخلوق. أنا إذا شفت نملة بالطريق بحيد عنها حتى ما أفحصها. حلو، وديش كان سرعتك لما صدمته؟ يمكن شي 20 كيلومتر سيدي. مو صحيح يا أبو حمزة، أنت بلشت تكذب هلأ، سرعتك كانت أكثر من 100. أعوذ بالله سيدي، شو 100؟ ميتيري موتيري موتيري قديم ومهرهر وأعلى سرعة فيه دوب يعني 40 كيلومتر. مو صحيح يا أبو حمزة، مو صحيح. الموتوسيكل محجوز عنا بالمستودع وسرعة العداد تبع واقفة على 100. شو قلت لي بتشتغل انت؟ تمديدات صحية وتصليح. تمديدات صحية، يعني تصليح حنفيات وبلاليع وسيفونات ولازم انه ما هيك؟ نعم سيدي، نعم. ها هي الخدمات الجليلة اللي حضرتك مقدمها للبلد؟ والله يا سيدي هذا اللي طالع بإيدي. انت بتعرف هذا الرجل يلي رديت له صابونة رجله وخلعت له كتفه، شو مقدم خدمات جليلة لهي البلد؟ طبعا ما بتعرف ولا بهمك تعرف، المهم تعفسه بس. قال لي لشوف مين هن رفقاتك؟ الله يسلمك، الله يسلمك، ولك الله يسلمك يا حبيبي. الانسان بيتعرض لمحن ومخاطر كثيره وخاصه المسؤولين بالوطن العربي امثالنا. شو بدنا نساوي؟ هيك قدرنا ماشي وهو كذلك. الله معك رسمي بيك. كنا احنا
الو، اهلين ابو نضال. لا لا تتاخروا، اعلنوا عن المناقصه ضمن الشروط اللي حطيتها لك. ايه بالجريده الرسميه يا حبيبي؟ نحن وين بنعلن يعني؟ وينك؟ قل له لجهاد يعمل لي جدول الصرف ويجيب لي اياه. مع السلامة. الحمد لله على السلامة سيدنا. الله يسلمك. هاي البريد. هات الألم. هاتوا لهون يا ابني. شايفين يا جماعة شلون عم مشي الشغل رغم حالتي الصحية المتردية؟ الله يعطيك العافية يا سيدي ويطول بعمرك يا رب. المسؤولية صعبة كتير يا جماعة، كتير صعبة. وأحيانا بحس أن معلق برابتي مثل جرن الكبة الحجر، تعرفوه هيك؟ شو أخبار الشغل يا توفيق؟ ماشي رسمي بيك، كله تمام بإذن الله، بس طبعا مو مثل إذا كنتم موجودين سيادتكم. أكيد أكيد. بس الله يشهد إنه الكل مشتاق لكم وعم يسأل عنكم، ولما دريوا إني جاي لعندكم رح يقتلوا حلو ليجوا معي لعندكم. هانت هانت، كل أسبوع زمان وبكون عندكم. مرونا سيدي. الله معك. معافى إن شاء الله. الله لا يوفق اللي كان السبب. صحيح، شو صار في هذا المجرم؟ سيدي عم بيحققوا معه. بتعرف إنه كل الحق عليك يا كاظم؟ أنا سيدي؟ إيه أنت. مدري من وين بتلملم هالناس وبتجيبها على الفيلا تبعي. المفروض إنك تتأكد أمنياً من هذا الشخص قبل ما تدخله على الفيلا. سيدي عفواً، بس هي مو أول مرة بجيبه فيي على الفيلا. ولك يا كاظم، يا كاظم، المتآمرين ما بيكشفوا عن نواياهم بسهولة. على كل حال وقبل كل شيء لازم نتأكد من الدوافع الحقيقية لهذا الاغتيال. شخصية يا ترى ولا في مؤامرة خارجية؟ اسمع منيح يا أبو حمزة، ثبت للتحقيق بأنك صدمت رسمي بيك عن سابق قصد ولأسباب شخصية. ولا تستغرب، نحن أسألنا زوجتك وأكدت بأنه أنت بتكره رسمي بيك لأنه أكل عليك الأجرة كذا مرة. لك معقول هذا الحكي؟ معقول؟ لك أنت مين؟ أنت مين لحتى تطالب رسمي بيك بالأجرة؟ معقول؟ لك أنت لازم تحمد ربك اللي سمح لك تفوت على الفيلا تبعه. لك هذا شرف إلك، شرف إلك ولعائلتك. ولك أنت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدمه رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفية؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بلوعة؟ رجعوا. ولك انت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسم بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفيه؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بلوعه؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسم بيك؟ شو قدمت؟ شو قدمت؟ ولك انت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسم بيك؟ هدوء هدوء. تفضل كمل يا محامي الادعاء. شكرا سيد القاضي. هل يسمح لي سيد القاضي ان اسال المتهم سؤالا واحدا فقط؟ شو اللي قدمته انت وامثالك لهالوطن قدامي اللي قدموا رسم بيك؟ سيد القاضي، ان موكلي لا يريد الاجابه على هذا السؤال. سجل انه ما رضي يجاوب عن السؤال. سيد القاضي، بتسمحوا لي جاوب انا على هذا السؤال؟ تفضل. سيد القاضي، عفوا سيد القاضي، انا اكثر من مره سالت هالسؤال، والحقيقه يا حضرات القضاة انا لا بدي استدر لا عطف ولا شفاء، انا بدي جاوب على سؤالكم وبس. انا مواطن كادح وبسيط، ويلي قدمته قدموا قبلي ناس كتار، ورح يقدموا من بعدي ناس كتار كمان. جدي يا سيادة القاضي قاتل مع الشريف حسين بالثورة العربية ضد الأتراك، ومشي من الحجاز للشام وهو رافع العلم العربي. أبي يا سيادة القاضي اشترك بالثورة ضد الفرنساوي، وقدم للسوار بيته وماله وانحبس أكثر من 3 مرات. أخي الكبير تطوع بجيش الإنقاذ وراح لتحرير فلسطين واستشهد جنب صفد. أخذت البكالوريا وما قدرت أكمل جامعة،
واضطريت اشتغل حتى ربي اخواتي الصغار، ولما اخذوني على الجيش ضليت سنتين ونص على الحدود عم بحرس الوطن، ولما تسرحت دورت على وظيفة مناسبة ما كنت لاقي، وسكرت بوشي جميع الأبواب، فاضطريت وقتها أشتغل دهان ومبلت سائق تاكسي ناطور بياع خضرة معلم، ولما حاصرني الجوع بالوطن أنا وأخواتي وأمي المسكينة سافرت على الخليج وطحنت هديك البلاد من عمري 7 سنين يا سيادة القاضي، 7 سنين رجعت بعدها حتى رمم روحي وجسمي وأسرتي يلي تعبت، وفتحت هالدكان وكل ما بفتح الصبح بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، والحمد لله عم تجيني رزقة عم انستر فيها، وبالمقابل ومشان كرامة الوطن وقوته مثل ما بتقولوا انتو عم نسكت على كل شيء، على الغلاء على الفساد على الرواتب السخيفة، وعم نقول ما بعد الصبر إلا الفرج، وربينا أولادنا على الأمانة والاستقامة والكرامة وحب الوطن والحرية وفلسطين والشهداء، ومهما تعبنا يا حضرات القضاة نحن مستعدين نقدم روحنا للوطن، دمنا للوطن، عمرنا للوطن، أولادنا للوطن، وأنا يا سيادة القاضي ويشهد ربي علي البلد اللي عايش فيها بحبها، بحب ميتها، بحب هواها، غيمها، شتاها، مطرها، بردها، حرها، بحب هالبلد يا سيدي، بحبها بعشقها، بموت بترابها، بس خايف فيها حسرتي يكون هالحب من طرف واحد يا سيادة القاضي. بقى عرفتوا يا سيدي شو هو الوطن بالنسبة إلنا وشو قدمنا نحن معشر البسطاء الفقراء للوطن؟ خلص حكي؟ فضيت جرابك؟ نعم يا سيدي. بس هذا كله ما بطلع شيء قدام اللي قدموا رسم بيك للوطن. مزبوط، ما بيطلع شيء قدام اللي قدمته للوطن. تفضل ارجي الكتاب لسيادة القاضي خليه يقرأ شو قدمك للوطن. تفضل يا سيادة القاضي، تفضل اقرا. بترجاك يا حضرة القاضي لا تقرا، لا تقرا ارجوك. انا بعرف والناس كلها بتعرف شو قدم للبلد. من 20 سنة كان رسمي بيك مدير مصنع صغير، وجاب قطع تبديل لهالمصنع ب10 ملايين ليرة. بس للاسف يا سيدي طلع بهالصفقة غلطة صغيرة، وهو انه هالقطع ما بتلزم لهالمصنع، ولسات لحد هلأ مكبوبة بالبرية تحت الشمس مع أنقاض المصنع وأكلها الصدى والنسيان. استلم يا سيدي رسمي بيك بعدها مسؤول ميناء صغير، قام صار يهرب عن طريقه للوطن بضايع ممنوعة وسلع بلا جمارك، ولما سلموه بعدها الله يعزك ويعزه مدير شركة كبيرة، أول شي سوا قلع من الشركة كل شخص فهمان أو حامل لقب دكتور، وقرب منه الوسطة والسماسرة والمنافقين ويلي شاطرين بالتزفيق. ولما خسرت الشركة بالصدفة ويا سبحان الله احترقت مستودعاتها يا سيدي وضاعت الطاسة، وطلب فوق منها يخدم البلد بالخارج، صار ملحق ببعثة دبلوماسية، ويا دوب استلم وظيفته يا دوب بلش يهرب بالحقيبة الدبلوماسية أموال البلد، وعمل السفارة مركز لتبديل العملة وكتابة التقارير، ولما رجع على البلد سالم غانم الله يعزك ويعزه بنى مصنع كيماوي على كتف النهر ولوث فيه الأرض والمي والهواء. بس كلمة للتاريخ والحق يقال، رب لخدمة الوطن 4 أولاد، واحد هرب آثار البلد التاريخية لبرات البلد وقبض عليها ملايين الدولارات، ولما فاحت ريحته هربوا رسمي بيك لأمريكا، والثاني ولد سرق ختم والده وباع وزور عشرات الوثائق يلي خربت بيوت ناس وعالم وقلبت الحق باطل والباطل حق، ولما فاحت ريحته هربوا الوالد على بلاد العم جورج، والولد الثالث له هوس بالسيارات الحديثة المودرن، وكل ما لمح سيارة حلوة بيتعقد المسكين وبيبعت زلمه حتى يسرقوها ويهربوها وبيعوها، وإذا ما قدروا يسرقوها بيحرقوها يا سيدي. ورسمي بيك مشان يفك عقدة هالولد قرر يفتح له معمل سيارات برا، لأنه بالبلد ممنوع مشان حماية الاقتصاد يا سيدي. والرابع يعني الشاش لبطون ضلهم بالبلد وحالف يمين على المصحف الشريف، كل ما حدا نوى يفتح معمل أو بده يساوي شركة أو يستورد أو يصدر لازم يكون شريكه، لازم.
باه شايف يا سيادة القاضي شو قدم رسمي بيك للبلد؟ شايفين يا سيدي شلون عم يخدم الوطن هو وولاده؟ هو وولاده هو وولاده. هي قول اشوف وين انا؟ على شط البحر. غريب، شفت حالي محكمة؟ لا هي تروح على المحكمة، طول بالك، قوم تحرك، قوم المعلم بده اياك، قوم. طيب بدي بشرك يا ابو حمزه، رسمي بيك بكره راجع على الشغل وبده يتابع مسؤولياته، وبهالمناسبه قرر يعفي عنك. يعفي عني بس على شرط. شو هو هذا الكتاب؟ من 1000 صفحة، هو يعني فيه لمحة عن حياة وكفاح كبار القادة الثوريين في العالم. المطلوب منك يا أبو حمزة بس تحفظ هالكتاب بصم. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في قرية محرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في قرية محرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. بابلو في حي فقير في إحدى القرى النائية المحرومة من الكهرباء والماء، وكان ثوريا منذ طفولته. ولد بابلو صباح الخير. صباح النور. بسم الله. الله، قهوتك طيبة اليوم؟ بس اليوم؟ لا مو بس اليوم، كل يوم سبت من أول كل شهر بتطلع معك القهوة هيك. أصبح المفروض أنك تساوي القهوة أنت باقي الأيام، لأنه قهوتك زابطة بكل الأيام. تكرم عينك، ليش لا؟ دخلك بدي أسألك، مع مين كنت عم تحكي الصباح؟ رنت التليفون زعجتني تمام. أختك عايدة. أختي؟ شو بدها؟ ما بدها شيء، بس عم تسأل عن معاملة حصر الأرز شو صار فيها. من الساعة 7 الصبح عم تسأل عن المعاملة شو صار فيها؟ العمى شو صاير بالدنيا؟ شو يعني؟ رح تطير البردة؟ يعني ما بتعرف اختك قديش بصلتها محروقة، وبدها تعرف كل شاردة واردة عن المعاملة وبالتفصيل الممل. لك لسه من يومين شفت جوزها بالقهوة وسألني 40-50 سؤال عن المعاملة، يعني من وقتها لهلا ما حلو يصير شي جديد. لك هي معاملة حصر قرص، مو معاملتها حكم عليه. فهمت هالحكي على التليفون وقلت لها بجوز بشهر زمان ما تخلص المعاملة. ايه، وشو قالت لي؟ قال يا ريت تستعجل بالمعاملة قد ما فيك، لأنه في حواليها زبون لبيت كفر سوسة وخايفة يطير من إيدها. هلأ دغري لقيت زبون للبيت؟ العمى بقلبها لسه ما لحقت تورته، تستنى لتورته وينكتب باسمها بعدين تلاقي زبون. عليم الله يا نادية، كنت متمني من أبي الله يرحمه إنه يحرمها من الورثة وما يكتب لها شي بنوب، مو حسد أو ضيقة عين لا سمح الله، لا، بس لأنه ما بتستاهل، حسودة وعينها ضيقة. لك يخرب بيت قلبها، عندها عواض البيت 7، عواض الاسطوح 6، عواض السيارة 2، عواض المحل 3، ولسه لحقتنا لهون. لك جوزها مليان، معبى مصاري. لك يعني لك إذا نفخ على البيض بيقليه. يعني شو بدك تساوي؟ أختك هيك عقلة. لا، واللي قاهرني يا نادية إنه لما كان أبي بالمستشفى الله يرحمه ما كانت تزوره إلا كل 4-5 أيام مرة،
وعلى شو؟ اليوم فاضية واليوم مالي فاضية، وهلا لما صار في ورثة فضيت الخانم وصارت خالية أشغال وصارت تدق لنا على البيت كل يوم التاني تليفونات. معك حق تحكي هالحكي يا أسامة، لأنه الشيء الطبيعي إنه يفيق الواحد الصبح يروق دمه بفنجان قهوة مثل هالعالم والناس، إلا نحنا مننام على سيرة المعاملة ومنفيق على سيرة المعاملة. طيب وبعدين؟ إيه والله طيرت أنا التاني من هالقصة، لا على آخر الزمن طلعت لي ضرة اسمها معاملة حصر الإرث، يعني لو كنت سلمتها لصغر من قصرتك ما كان أحسن لك من كل هالعي. أصهرتي؟ إيه والله وصلتي. أصهرتي مو فاضيين يشتغلوا فيها، بس فاضيين يورتوا. هي ناديه، انا رح البس وانزل على الدائره المعطانيه. بدك شيء؟ جاي على الغداء؟ ايه رح اجي، رح اقضي نهاري كله ورا المعامله وبرجع مع انصراف الموظفين. ايه الله ييسر عليك. شو بدنا نعمل؟ صباح الخير استاذ. صباح النور. يا ترى شو صار بهالمعامله؟ انا من نون. لا يا استاذ، شو نسيتني؟ وشك ما هو غريب علي، بس عدم المؤاخذة وين شايفين بعضنا نحنا؟ أنا أسامة بقدونس، صرت جاي لعندك أكثر من 10 مرات. أيوة ذكرت، أنت إلك معاملة حصل إرث عنا. بالضبط. يا أهلا وسهلا فيك، دخيلك لا تأخذني، يعني قد الواحد ما بيشوف معاملات وما بيمر على راسه بشر، إيه بتتخربط ذاك أنتو. الله يعطيكم العافية، والله شغلكم معين. الله يعافيك، ما هيك يا أهلا وسهلا، شرف افتح، ليش ما أنت يا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلين وسهلا. يا ترى شو اخبارنا؟ اخبار معامله؟ لحظه صغيره بس، لان الواحد مخه مو دفتر، تعرف يعني، ونحن ما بنشتغل على الكمبيوتر، نحن لساتنا على القديم. لحظه صغيره، عينك شو بدك معامله؟ اذا كان الواحد قاعد يسال شو بدك تصير معامله؟ قول قول ايش بدك اياها؟ لا ما بقدونس ما هيك؟ انسان ما بقدونس. قلت لا ما بقدونس، قلت لا ما بقدونس، قلت لا ما بقدونس. والله. اه ليك ما حد تعرفش عم دور تحت انا لعما ما اخباني. لا تقطع كبا عبا شو بدنا نسوي؟ كيف لك وين صرنا؟ كثير كويس، كثير منيح، قطعنا شوط كبير فيها هذه المعامله. ايه بكا؟ يعني رح تخلص؟ ايه لا مو لهالدرجه انت الثاني، على شو مستعجل؟ بدها شويه وقت مسئله. ليش شو ناقصها؟ يا سيدي اول شيء بدنا اخراج قيد عقاري. خلاص قيد مصدق اصولها وبراءة من المالية تكل الورثة وبيان عائلي مصدق من النفوس وشوية اجراءات ادارية تانية بلا بلاك عليها بوقت. انا الله وكيلك عم يداوم مثل الموظفين كل يوم من الساعة 8 وما بيرجع لتنتين، وان شاء الله في نتيجة بعد هالتعب، ما منقول الا ان شاء الله. الله يصلحه اخي، كان يسلم هالمعاملة لشي واحد يمشي له اياها، مو اريح له؟ واحد مثل مين؟ ايه ما حدا فاضي فيكم. لك ما عم بحكي عنا، قلت معقبين معاملات بالبلد، اي معقب معاملات بتعطيه المعامله بياخذ قرشين بسلمك اياها خالصه مخلصه ومن ما جميعه. اخوك حب يوفر عليكم كم قرش، قال بيمشي المعامله بايده احسن ما يدفعكم مصاري. هلا بيناتنا مصاري انت التانية؟ لا ابدا. الله يصلحه اخي، شو بيحب التوفير اللي ما له طعمه، يعني مشان يوفر علينا شوي رح يروح عليه زبون تبع كفرسوسي. المهم ما قلتي لي وين صارت المعامله؟ عم يشتغل فيها. يا حسرتي عليه، عم يفعي فعي مثل الزنبرك بدوائر الدوله كل يوم. صباح الخير. صباح الخيرات امل. شو ما ذكرتني؟ عدم مؤاخذة، والله وشك مألوف كثير علي، بس ذاكرتي ما عم تسعفني، ذاكرتي. أنا أسامة بقدونس، وإلي عندكم معاملة حصر إرث. أيوة ذكرتك، أهلين وسهلين أستاذ أسامة، يا ميت مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبتين، شفتك ليش واقف، أهلين وسهلين ومرحبتين. شكراً. يا أهلا وسهلا. شلونك أنت؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، شكرا الله. الحمد لله يا ربي. قلي شو صار بالمعاملة؟ معاملة ما بقدر أجاوبك، على أعماها، لأنه عقلي مو دفتر. لا تأخذني أخو أسامة، عقلي واحد مو دفتر لأنه. يعني لو كان كمبيوتر عقلي كنت جاوبتك، بس مو كمبيوتر عقلي. قالوا الطلبة بدنا نجيب كمبيوتر، بس ما بعرف انت بتجيب كمبيوتر. الوزير ما بيبغى أسامة بقدونس. تحتك وينها؟ عم دور عليها تحت وهي عم تشوف الصلاة شوف. اللحمة ما أخبرني، كبر عباس. ايه سيدي؟ يا سيدي طمن. اخراج القيد صار جاهز، تكرم عينك، اليوم ببعث لك اياه على التصديق. تكرم
عظيم جدا. ايه لك يعني معاملتك صارت جاهزه. وعليكم السلام. يعني وصلت الام الى التم. وين كنا وين صرنا؟ اذا بتريد شوف لنا هالمعامله. معامله؟ ايه سجلها بالديوان، حط لها رقم وتاريخ بعدين تعال لعندي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام والاحسان. يا اخي الناس هون عندها جهل فظيع بالامور الاداريه وطريقه تسيير المعاملات، يعني بدك تمسك الواحد من ايده وتدله وين يروح وين يجي. شي بيجيب لك ورقه بلا تصديق، بلا تصديق بيجيبها، شي بيقدم طلب بدون ما يسجله بالديوان ويحط له طابع، شي بيكون نفوسه بعين تغمى بيجيب لك ورقه من مختار عزبي. يعني لازم، ما بعرف والله العظيم شو اخذ هالحاله، لازم يعني يعملوا برامج توعيه للمواطنين بالتلفزيون عن الطابو مثل ما عم يعملوا برامج صحيه وتربويه. شو المانع يعني؟ شو المانع؟ سيدي معك حق، بس كمان في بعض الموظفين بيبخلوا بمعلوماتهم عن المواطنين. صح معك حق، بس مو كل الموظفين. ها مو كلهم. انا من جهتي ما ببخل بالنصح والارشاد على اي مواطن، برد على استفسارات وتساؤلات الكل حتى لو كان الموضوع مو مصلب اختصاصي. برد سيدي. واضح، لانه ما شاء الله كان عليك روح مطاطه كثير. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا ترى معاملتي شو بدها بعد تصديق اخراج القيد؟ ها انا هلا تنيني رح بكتب لك عليها حاشيه، بعدين بيأشر عليها رئيس القسم، بعدين على النفوس. دغري على النفوس. لا حول ولا قوه الا بالله، باقي شغلتنا طويله. لا طويلة ولا شيء. انت الثاني عاد شو مستعجل؟ عم نكسب شوفتك اليوم ولا مليت منها استاذ؟ اعوذ بالله لا يمل. بتصدق بالله؟ امنت بالله. اليوم يعني ما بتجي فيه لعندي انت، شو بقول لحالي؟ وينه يا ترى الاستاذ اسامه بقدونس؟ ما بين عني اليوم؟ ما بين؟ صدقني القلب على القلب، عم بستفقد لك يوم اللي ما بشوفك. الله يخلي لي اياك، اسلم لي الوجه العلوي. الهي دخيل عينك، شوف لنا الورق. ايه على عيني وراسي. شو عادي؟ ايه اخي هي بدها تحويل من دائرة الكشف والمعاينة. مين بعتك لعدي لهون؟ فرع صادي. لا اخي، اول شيء بدك تروح على الكشف والمعاينة بعدين تجي لعندي. وبعدين؟ لك من هون لبعدين فرج رحمي، وقت بترجع من قلك. على شو مستعجل انت؟ على شو؟ على شو بدي افهم بس؟ طيب شكرا. عفوا، اهلين اخي. اخي فظيعين فرع هالصادي، فظيعين كثير. ابي يدف شغلي بهالمراجعين كيف ما كان. يعني لحد هلا ما كانوا يفهموا انه هي حاله الالتماس بدها تمر على الكشف والمعاينه بالاول بعدين تجي لعندي لهون. ايه معلش ابو هيثم، بدك تطول بالك. طيب شو رايك هلا تشرب معي كاسه شاي هيك، يعني اكرك خمير شاي عجمي على اصوله؟ سيدي ما في مانع. على عيني وراسي. لو بطئي ما راح بوسك وما راح طالع نفوسك. بتصدق يا نادية انه صرت انا وابو هيثم من اعز اصحاب؟ مين هذا ابو هيثم؟ ابو هيثم ما غيره، الموظف اللي حكيت لك عنه. شيء طبيعي يصير هيك لأنك عم تشوفه كل يوم وتقعد معه أكثر ما تقعد معي. بصراحة يا نادية أبو هيثم حباب وظريف وبيحب يخدم، مو مثل باقي هالموظفين اللي بيحكوا من راس من أخيرهم ولا بتاخدي منهم لا حق ولا باطل، وإذا فرضنا ردوا عليكي بتحسي يا منية يا صدقة. اشكر ربك اللي وقعت بين إيدين موظف مثل هاد، وإلا كنت طفشت من أول يوم. يعني لما بتلاقي بهالأيام هيك موظف، هي لحالها نعمة كبيرة. إيه نادية؟ ما بينت أختي عايدة؟ ما شفتها، مدري شو قصتها، بس أكيد بكرة بتنبقلي من الساعة 10 لتسألني على المعاملة. اهلين وسهلين معك. كيفك اخي يا بيزان؟ الحمد لله شرف تاح.
اهلا وسهلا ومرحبا. والله العظيم انا طول نهاري قاعد من القضبية يا اخي، بالشي بدي ادخله بس بدي اسوي هيك شغلي. ايه انت قلي صار لك زمان ما بينتنا حين شغل بالي عليه. كنت عم طالع براءة الذمة من المالية. ايه عظيم كثير كثير حلو، وان شاء الله خلصتها. صارت جاهزة. تفضل. عظيم كثير، وهي انا بدوري رح اضم لك يا اهل المعاملة. ايه سيدي، شو ناقصها لسا؟ ما بقي شيء غير توقيع المدير العام. يعني اليوم ممكن يوقعها؟ يا عيب الشوم منك يا استاذ اسامة، ما بتخلص اليوم. ليش بقى؟ المدير العام مو هو. يعني ما بيرجع اليوم؟ سيدي لا اليوم ولا بكره. بده 10 ايام ليرجع من مهمته بباريس. معلومك عم يحضر هنيك مؤتمر عن تنشيط وتفعيل الروتين بالبلاد النامية ونحن بالجملة. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ما في حدا يوقعها بداله؟ هالمعاملات هي بالذات اخي اسامة مو مخول حدا يوقعها على بعضه. يعني ما بتخلص بصريح العبارة. بتاريخ الطابو مالك علي يمين تحلفني في معاملات ما تصحبها، نفخوها يعني، ما تلاحوا ولسه ما خلصت، بلشوا فيها شباب وختيلوا ولسه ما خلصت، ما خلصت شو نعمل لهم يعني؟ معقول؟ شو هالحكي؟ إذا كان عمي طابو هالطابو مو بحكي عبي بده التأني والتذوي وطولة بال عالبيكار، ما بده هوشنة وعصبية وبصلة محروقة. سيد أسامة شوف شايف هالكيس هاد؟ ايه شايفه. شو في هاد؟ حطام؟ لا شو حطام، انت التاني بزعل منك. ها لكان شو في؟ هاي معاملة ازالة شيوع للحجة امينة بنت محمد عبد البوابيضي. ها ليكن اسم مكتوب عليها بالقلم الاشرح بالقلم الازرق. وقديش صار لها هاي؟ يا سيدي هاي صار لها قبل ما اتوظف انا بالطابو بثمان سنين، يعني حوالي 45 سنة صار لها. اوف 45 سنة ولسه ما خلصي؟ لك حبيبي طابو ها طابو مو مسخرة مو انجلي، في اموال في حصص بدها تنتقل من اسم لاسم وشغلات كذا كذا. الله يرضى عليك. طيب استنى سيد اسامة، شايف هالمعاملة؟ هلا هاي معاملة؟ لك شو هي شو البطاطا؟ يا سيدي هاي معاملة حصر إدرس للمرحوم ابو راتب ابن جميل افندي الدهبي، ويلي جنبها هي اسمع لحظة هي 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 معاملة التركية تبع الحج أمونة بنت الحج أبو جابر بطلني. ودي صار لهاي؟ هي من زمن فرنسا. هالمعاملة هي كانت واقفة على توقيع المندوب السامي. لما صار الجلاء طعض المندوب السامي وهدى الاستقلال. وصفيت بلا توقيع لحد هلا، الحق بإيدهم يا أخي. المندوب السامي ما فوت غيره بالتوقيع قبل ما ينسحب لبلاده. يعني الشغلة فيها مسؤولية، مو ضحكة لعبة. طابو ها طابو. لا سيد أسامة وشايف هالشوال هاد. وشو قصة هاي؟ هاي معاملة من زمن السلطان عبد الحميد. لك انت شفت البناية المهبطة يلي صار على هالحالة 60 سنة؟ انو بناية هاي؟ يعني وين موقعها؟ بأكبر شارع بالبلد معروفة. وهالمعاملة بتخص هالبناية، وهالبناية عليها نزاع. مات المورث، ماتوا الورثة، لحقور الأحفاد وأحفاد الأحفاد، ولسه ما خلصت معاملتها. وأنا والله يعني لأنك بصراحة عم حاول خلصها بهالشهرين. هلأ ما خلصت بستين سنة وانت بدك تخلصها بشهرين؟ ولو أستاذ أسامة يعني نحن ما لنا معبين عينا. يعني بعدين المعاملة استكملت وراءها كفاها الله. والسفارة التركية سفارة ساعدتنا ما قصرت. ليش؟ بدك تسأل ليش؟ بعرف. لأنه أصل الملك لواحد من بيت أورخان من تركيا. هذا من تركيا. سيدي الله يبارك بهمتك. وهلأ بالنسبة لي شو لازم أعمل؟ يا سيدي أنت معاملتك خلصت. يعني شغلتك موقفة على توقيع واحد. ولا سيد أسامة يعني خلاص مليت منها وبدك تعمل هالمعاملة بقى سيدي بتمشي؟ أعوذ بالله، مين قال هالحكي؟ أصلاً أنا اللي مهون علي مصيبتي إنك موجود. يعني أنا فرحان من كل قلبي لأني كسبت صديق مثلك. إيه هذا الحكي اللي بنسمع. إذا سمحت يا أخ. نعم. في لي عنكم معاملة. معاملة على باسم مين؟ باسم طالب حسني. طالب حسني، طالب حسني. إيه زكتها لك المعاملة عندي، بس ناقصة ناقصة. شو ناقصها؟ يا سيدي بدك توكيل من اخواتك، يعني من كل الورثه من عند كاتب العدل.
توكيل جاهز؟ جاهز عظيم جدا دكان، اكتب استدعاء جديدة، روح سجلها بالديوان تعال بعد الديوان. ماشي الله يرضى عليك، اطلع الابواب. يا اهلين بهالوش الحلو وسهل وسهل. دخلي وشو صار بزبون كفر سوسي؟ خليه ينبسط جوزك، طار الزبون. لا تزعلي ولا على بالك ولا يهمك، هيك نصيبك. بس اسمعي لقلك، قولي له لجوزك انه في هلا زبون لقطه لاسطوح الهامه. ايه؟ ليش اسطوح الهامه من حصتك؟ في لي منه ربع والباقي لاختي فايزه. وفايزه قبلانه تبيع؟ ايه ميته موت على ما تبيع، قولي له هالحكي لجوزك، المهم تخلص هالمعامله بقى، خلينا ننفرش. حاضري. مع السلامه. مرحبا ابو هيثم. يا ميت اهلين وسهلين محبتي. يا اهلا وسهلا. 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 يا اهلا والله يزعلان منك تمام، لانك صار لك مقاطعني اكثر من كم يوم. ليش هيك؟ والله شئت لك. لك وانا كمان شئت لك، بس شو بدنا نساوي؟ مشاغل الدنيا. اي والله طمني. اجى المدير العام؟ لا لسه ما اجى، بده اربع ايام ليرجع. شو هالحكي؟ اي والله. قالوا نعم. ايه انا ابو هيثم مزابلجي عم يحكي. شو الحكي؟ قال لا. يلا يلا جاي. خير ابو هيثم؟ شو في؟ قرايبي ترك لي امامي عن صمام الحاره يلي تحت مني، بدي روح اجيب ابوهم قبل ما يشطش. انا بروح اجيب لك اياها اذا بدك. لا ولو معونه يعني، الله يرضى عليك، انا بروح اجيبها. بس انت هلقتني اياه. عود محلي هون ودبر راسك على ما ارجع. طيب والمراجعين؟ ما في شيء، خذ وعطي محون، ما طول انا 10 دقائق بس. تأمر ابو هيثم على عيني وراسي. دخيل عينك، شو في هالورقة؟ حط لها طوابع وخذها على فرع الصادق. طوابع شو؟ طابع مالي ب20 وطابع شعبي ب15. شكرا. الله معك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بدي أعمل معاملة حصر قرص، ممكن أعرف الوراق المطلوبة؟ تكرم عينك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أمور. شو ما عرفته؟ معاون مدير العام. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانا مفتش الوزاره. يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا شرفوا استريحوا، تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم. انت الموظف هون؟ ايه نعم نعم انا. وهي المعامله ليش على مكتبك؟ هي سيدي هي عليها مشكله سيدي. شو المشكله؟ سيدي احد الاخوه مو اخذين منه وكاله رسميه. وشلون عرفت؟ سيدي قارنت البيان العائلي مع عدد الوكالات، طلعوا ناقصين وكالة. وهي شو قصتها؟ هي سيدي هي بدها ورقة من لجنة التحديد والتحرير سيدي. طيب وبعد ورقة التحديد والتحرير شو بدها؟ إخراج قيد عقاري، بعدين حاشية من عندي من هون وتحويل القاضي العقاري، وبعد ما تطلع من عند القاضي العقاري. ايه طيب بدها ناخذها. طيب اوكي. طيب شوف لي المعاملة، ليش واقفة عندك؟ سيدي هي عليها مشكلة صغيرة. وشو مشكلتها؟ أخذين ورقة مختار من غير محلة، يعني أصحاب المعاملة بكفر سوسة وأخذين ورقة مختار من الحجر الأسود. وشو فتوى هيك حالة؟ سيدي تغيير ورقة المختار والتصديق على ختم المختار من البلدية ورقم وتاريخ جديد بالديوان. عظيم كثير. يبدو انك موظف عتيق، كم سنه صار لك هون؟ انا صار لي 37 سنه سيدي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. اذا بتريد اصرف له مكافاه نص شهر. كتر خيركم سيدي، فضلتوا. عفوا، انت شو عم تعمل هون؟ انا لي بعمل هون. شو اسمك انت؟ انا أسامة بقدونيس. وين معاملة الأخ؟ ليك هون سيدي. هي هي سيدي، قال بدها توقيع من المدير العام، والمدير العام مسافر وما حدا مخول يوقع عنه.
ما بيصير هالحكي. شو ما حدا مخول. استاذ اديب وقعها انت اذا بتريد، وهلا ببعث لك كتاب تفويض من الوزاره. تفضل سيدي. يسلم ردياتي، طول عمرك استاذنا، الله يخلينا اياك الهي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا، شرفتوا. الله معكم سيدي، الله معكم. لك لولا وين انت يا استاذ اسامه؟ والله وشك صار خير عندي، هبط قلبي لما شفت المفتش هذا بالابواب. ابو هيثم. ايه. يطلع لي نص المكافأة ها؟ ايه، ليش بقى؟ على قولة رجال الأعمال 50-50.